لدي عم سألني هذا السؤال. طيب قد يجوز لنا أن نعلم أبنائنا أو ننصحهم بما لا نفعل؟ يجوز. يعني مثلا افترضي صحتي ضعيفة لا أستطيع قيام الليل، فنصحت أبنائي بقيام الليل، شيء حسن. لا يا شيخ، افترضي اسمع الكلام، اسمع الكلام الآخر. نعم اسمع الكلام لآخره. افترضي أن شخصا ما لا يقع على طاعة ويحث غيره عليها، فلا بأس بذلك. افترضي أن شخصا ابتلي بالسيجار ويكافح كي يتخلص من هذه السيجار، وينهى ولده عن ذلك، عن السيجار، لا بأس أيضا بذلك، لا بأس بذلك، ولا يستخف بحدود الله، ولكن يضعف، ولكنه يضعف، فلا مانع أبدا. وعلى هذا جماهير العلماء، الشخص إذا عاجز عن ترك المعصية يجوز له أن ينهى غيره عنها، بل يستحب له أن ينهى أولاده عنها. الحمد لله. الله يسلمك.